صلى الله وسلم عليك يا رسول الله وعلى أهل بيتك المظلومين. لعن الله الظالمين لكم من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. يا قاصدا نحو الغري بلهفتين، قف عند أعتاب الوصي ونادي إني أتيتك بالنقي معزيا هادي الأنام وصفوة الزغاد. جر الونة جر الونة بصوتك الحزين يسمعني الونة. يا قاصدا نحو الغريب بلهفتين، قف عند أعتاب الوصي ونادي إني أتيتك بالنقي معزيا هادي الأنام وصفوة الزهاد. جر الونة جر الونة. أبكي على الهادي ونار مصابه أبدا يشب لهيبها بفؤادي، قسر اللسان الراء قد جاءوا به من موطن الآباء والأجداد. ذاق الأذى والقغر من أعدائه حتى سقته السام شر أياده، حق لأرض الله تنفض تربها، حق لأرض الله تنفض تربها بفجيعة هدت ذرى الأطواد. كل بالنياحة ناحت على الهادي محارب الهدى، ناحت على الهادي ومجالس للذكر والأوراد، وبكته بالآهات أملاك السماء في زفرة من فوق سبع شداد. وعليه سامراء حزنا قد بكت
حتى اكتسات أحياؤها بسواده. ما سر بعد مصابه قلب ولا أغني المحيب بشربة أو زادي. ما تبذيرة الغربة والسمون عب قلبه دمعك يعودك دمعه صبا. اقرأ اقرأ. ما تبذيرة الغربة والسمون عب قلبه عودك دمعه صبا. ينوح عليه ودموعه على الخدين منثورة. ليش ما تقرأ إخواني؟ اقرأوا كلكم. ينوح عليه ودموعه على الخدين منثورة. قاموا غسل بيده وشالوا نزل بقبره. ما ظل بيل فلا مطروح ثلاثة أيام عالغبرة. لكن موحجة الهادي وسلوة فاطمة الزغراء جثته رمي على الثرى ويجري الدماء من منحرى وبفيض دمها معفرة وخيام الغريب حسين بيغ النار مسعور. تخيل المصيبة الأولى. يقول وخيام غريب حسين بيغ النار مسعورة. لكن شلون؟ يقول زينب فارت بدهشة وبنات المرتضى وياها تتلقى جواد حسين وتجمع يتامى. لأن المهار قاصدها حالا وقاف بحذاغ. شو يسوي؟ يون ويخمش البردة متخضب بدم حسين خيالك تقل وين طاح بين هالعدوى والي الحرام خلانا. طاح بين هالعدوى والي الحرام خلانا. يا الميمون عن سرجك وقع مطعون لو مجروح أحد سوى عليه فضله. مصيبة عظيمة. اللهم مصيبة الحسين وحسينا.
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. وفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. أطروا مجالسكم بذكر محمد وآل محمد. جاء في الهداية الكبرى قال الحسين بن حمدان عن فلان عن فلان وفلان، ذكر السند جميعا في مجالس شتى أنهم حضروا وقت وفاة أبي الحسن محمد بن علي بن موسى بن جعفر الصادق عليهم السلام بسر من رأى. فإن السلطان لما عرف خبر وفاته أمر سائر أهل المدينة بالركوب إلى جنازته، ركوب إلى جنازة الإمام الهادي عليه السلام، وأن يحمل إلى دار السلطان حتى صلى عليه. وحضرت الشيعة وتكلموا. دققوا، هذه رواية طويلة، أذكر بعض الكلمات ومحل الشاهد. وقال علماؤهم: اليوم يبين فضل سيدنا أبي محمد الحسن ابن علي على أخيه جعفر. اليوم في هذه التشيع الآن ببين فضل الإمام العسكري عليه السلام. إلى أن تقول الرواية: خرج أبو محمد حافي القدم مكشوف الرأس محلل الأزرار، خلف النعش مشقوق الجيب مخضل اللحية بدموع على عينيه، يمشي راجلا خلف النعش. صارت تصف شلون كان الإمام يمشي، مرة عن يمين النعش ومرة عن شمال النعش. الناس كبراء الناس كبراء الناس الشيعة لما شافوا الإمام بهذه الحية بهذه الكيفية شنو يقولوا؟ ورأوا زي أبي محمد وفعله، ترجل الناس، ترجلوا اللي راكب ترجل، وخلعوا أخفافهم وكشفوا عمائمهم، ومنهم من شق جيبه وحل أزراره ولم يمشي بالخفاف أو لم يمشى بالخفاف. على كل حال، إلى أن قال جابوا النعش إلى الدار فدفن في داره، وبقي الإمام العسكري عليه السلام، ما أريد أطيل، 3 أيام مردود الأبواب. الإمام العسكري يسمع من داره القراءة والتسبيح والبكاء، حتى الأكل معين خلاص، بعد أصحاب مصيبة ولا يؤكل في الدار إلا خبز الخشكار والملح. إلى أن قالوا، هنا محل الشاهد، هم نرجع، هذا من ضمن الشواهد، ذكرنا شاهد سابقا نرجع إليه، هذا من ضمن الشواهد. وسمعنا الناس، قالوا جميعا وسمعنا الناس يقولون، شنو سمعتوا؟ هكذا كنا نحن جميعا نعلم ما عند سيدنا أبي محمد الحسن من شق جيبه. لما خرج الإمام شنو قال؟ مشقوق الجيب، هذا اللولا. وهنا قالوا يتحدثوا، صاروا يتحدثوا عن الإمام خرج مشقوق الجيب. الجيب هي فتحة الثوب من جهة العنق، فتحة الثوب هنا من جهة العنق، فتحة الثوب والقميص. فالإمام خرج مشقوق الجيب، اتضح بأنهم لا في بالهم هاي المسألة، شلون الإمام خرج مشقوق الجيب؟ فتحدثوا في هذه المسألة، قالوا جميعا، فخرج توقيع منه عليه السلام في اليوم الرابع من المصيبة: بسم الله الرحمن الرحيم، أما بعد، من شق جيبه على الذرية يعقوب على يوسف حزنا قال يا أسفا على يوسف
فإنه قد جيبه فشقه. هذه الرواية موجودة في الهداية الكبرى. أجي إلى رواية في مستدرك الوسائل وبعد ذلك نطرح التساؤل. اللي في مستدرك الوسائل شيروا إليها كذلك باختصار. المسعودي في إثبات الوصية قال: حدثنا جماعة كل واحد منهم يحكي أنه دخل الدار أي دار أبي الحسن، إلى أن تقول الرواية: ثم خرج بعده أبو محمد حاصرا مكشوف الرأس مشقوق الجيب، إلى أن قالت الرواية: وتكلمت الناس في شق ثيابه. مشقوق الثياب خرج الإمام العسكري فيه، هنا أعظم. يقول مشقوق الثياب وتكلمت الشعب في شق ثياب، وقال بعضهم، بعضهم ماذا قال؟ قال: رأيتم أحدا من الأئمة عليهم السلام شق ثوبه في مثل هذه الحالة؟ شفتوا؟ فوقع إلى من قال، اللي صدر منه الكلام الإمام وقع إليه. شنو الجواب؟ قال لي: يا أحمق، ما يدري كما هذا قد شق موسى على هارون عليهم السلام. اتضح أنهم في بالهم أي المسألة، ما تكلموا الإمام بأي حالة، لا لا لا، في مسألة بالتحديد شق الجيب. هنا التساؤل يطرح: كيف نوفق بينما ذكر في الروايات أن الإمام العسكري عليه السلام شق جيبه على أبيه، وبينما جاء في النهي من شق الجيب على الميت؟ وهذه حرمة مستند القائلين، مستند القائلين بالحرمة استندوا على روايات وبعض الأدلة، مو حديثنا في الحين في الأدلة ورد الأدلة وشلون نوقشت، حديثنا في الروايات، مستندهم روايات. من هذه الروايات أكتفي بأربع، أذكر أربع فقط، هي روايات عديدة. وفيكم البركة. الرواية الأولى في الكلين، الكليني رواها في الكافية على الله مقامه، عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله عز وجل: ولا يعصينك في معروف، قال: المعروف أن لا يشققن جيبا ولا يلطمن خدا. هذا المعروف، شايف شلون؟ يعني لطم شق الجيب ليس من ليس من المعروف، قد يقال بأنه يفهم الرواية هذا مو من المعروف. زين، الكليني أعلى الله مقامه في الكافي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا ينبغي الصياح على الميت ولا شق الثياب. بعد ما رواه الشهيد الثاني في مسكن الفؤاد قال: رسول الله محمد ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب. ليس منا. يقول في الرواية هم كذلك الشهيد الثاني في مسكن الفؤاد أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: لعن الله الخامش وجهها والشاق جيبها والداعية بالويل والثبور. كيف نوفق الآن؟ كلام طويل قد يتشعب فيه، لكن احنا ناخذ الخلاصة، خلاصة من دون تفصيل، وإلا التفصيل بعد في محله. هم طبعا عندما ناقشوا هذه الروايات أو الروايات في شق جيب الإمام الحسن، خب ذكروا أول أمر هي ضعاف من ناحية السند، لكن كيف نوفق ما بينهم؟ طبعا على الرأي المشهور، تفضلوا مولاي، الله يسلمكم، الرأي المعروف، عفوا، الرأي المعروف أن شق الجيب، حرمة شق الجيب إلا في موردين. نعم بعضهم ما أريد أتشعب، بعضهم حرمها مطلقا، شق الجيب مطلقا حرام،
بعضهم حرمها على الرجال دون النساء، بعضهم قالوا على الأقارب مثل الأب والأم والأخ الأخت. المعروف شنو بين الفقهاء المعروف؟ وهذا ذكر بعض العلماء، قال المعروف، المعروف أنه حرام إلا في مولد، إلا في موردين. المورد الأول في شق الجيب على فقد الأب، وللأخ على فقد أخيه. وهذا كأنما هذه الرواية تتحدث بصورة عامة عن شق الجيب، فجاءت تلك الروايات يتضح إلينا بأنه بفعل الإمام. ولذلك هم لما جوا يستدلوا بالاستثناء استدلوا بماذا؟ من ضمن الأدلة اللي استدلوا بها، استدلوا بها فعل الإمام. يعني هم التزموا بهذه الروايات وغيرها من الأدلة على حرمة شق الجيب، التزموا. زين شنو المستثنى؟ المستثنى عندنا على الأب وللأخ على أخيه. ولذلك بعض العلماء قال أوثقها في النفس، يعني العمدة، العمدة على شنو الآن في الاستدلال؟ قال أوثقها في النفس ما حكي عن المبسوط، حيث أن الشيخ ذكر فيه أن شق الجيب محرم إلا في موت الأب للابن وفي موت الأخ للأخ، وبه رواية. الآن لما استثنى الشيخ هذا الاستثناء مستند على شنو؟ رحم الله من ذكر القائم فقام. صلوا على محمد وآل محمد. قدموا إخواني حتى بعد ما نحتاج إلى القيام ثاني، قدموا هنا في مجال عند المنبر، قدموا. رحم الله والديكم، قدموا، جزاكم الله خير. ثانيا يرحمكم الله. يقول وأما استثناؤه لما استثنى الأب على فقد الأب والأخ، قال وأما استثناؤه فمن المطمئن به أنه أراد من ذلك، أراد يا دليل، قال ما ورد في الإمام العسكري عليه السلام لما استثنى الأب واستثنى على الأخ، من أنه شق جيبه في موت أبيه سلام الله عليهما، واعترض عليه بأنه فعل لم يرى من إمام من الأئمة عليهم السلام، فأجابه بقول يا أحمق ما لك وذاك، قد شق موسى على هارون. فدلتنا هذه الأخبار على جواز شق الولد على والده، لأنه أمر صنعه العسكري عليه السلام، كما دلتنا على جوازه للأخ في موت أخيه، لأنه عليه السلام استشهد بفعل موسى في موت أخي هارون. يعني هنا في شقين استشهدوا بالدليل جواز الشق على الأب بفعل الإمام، وعلى الأخ باستدلال الإمام. واضح إخواني؟ لأن الإمام شنو استدل؟ وفعل على أبيه، خلاص بعد اتضح عندنا على الأب هذا مستثنى. زين وعلى الأخ؟ استدلال الإمام، استدلال، قال فقد شق موسى على هارون، شق على أخي. ولذا هاي المسألة بغض النظر عن التكملة وفيها مناقشة هذه، لكن أريد أقول أن عندما جاءوا إلى شق الجيب واضح أن كان في نظر الفقهاء صنع الإمام الحسن العسكري، وهذا صرحوا به العلماء، هذا بعض العلماء صرح هكذا. العلامة الحلي في تذكرة الفقهاء قال يجوز شق الثوب في موت الأب والأخ، لأن الهادي عليه السلام لما قبض شق العسكري عليه السلام قميصه من خلف وقدام. وغير من الفقهاء الفاضل الهندي في كشف اللثام يقول وأما الاستثناء، يعني مستثنى على الأب مستثنى على الأخ، قال فللأخبار الناطقة
بشق أبي محمد على أبيه عليهم السلام، وقوله قد شق موسى على هارون، يعني وقوله هذا استدلال على الأخ. التفت، هذان الموردان المستثنيان من المسألة فقط. بعد بقى استثناء، هذا بعد هم يقصدوا على الميت الإنسان العادي، واستثنوا الحرمة كما ذكر بعض العلماء، يقول الحرمة حرمة هذا الحكم استثنوا من ما يفعل على الأئمة والحسين عليهم السلام. نعم، هذه الأمور، بعض الأمور مو فقط شق الجيب، حتى بعض الأمور استثنوها استثنوها على من؟ إن كان في الإنسان العادي استثني بس شق الجيب، عدل ولا؟ فالأمور البقية التي نهت عنها الروايات الإنسان بعد ما يفعلها، عدل ولا؟ زين، هاي كلها حتى في حق الحسين، حتى في حق الأئمة، يقول نعم استثنى الأصحاب من حرمة تلك الأمور الإتيان بها في حق الأئمة والحسين. استندوا على وين؟ قال مستندين إلى ما فعلته الفاطميات على الحسين بن علي من لطم الخد وشق الجيب. هذه مصائب أهل البيت عليهم السلام، لها خصوصية المصائب، مصائب أهل البيت لها خصوصية، وبالأخص مصيبة مصيبة الحسين. ولذا الإمام الهادي يبين عظم الفاجعة إلينا لما خرج بهذه الهيئة، حتى أن بعض من حضر تكلم، شلون الإمام بهالشكل؟ قال لي يا أحمق ما لك وهذا؟ وكيف لا يبكي على أبيه الهادي؟ الإمام الهادي يكفي أنه عاصر المتوكل ولاقى الأذى من المتوكل، هذا يكفي في مصائب إمامنا الهادي عليه السلام، هذا يكفي. يأمر بعض الأتراك يهجموا على الإمام، يهجموا عليه وهو يقرأ القرآن، يقرأ القرآن الإمام، يحملوه على تلك الحالة، يعني نفس الحالة اللي جالس عليها يحملوه، شايف شلون؟ لا، ويروحوا إلى المتوكل يقولون ما شفنا شيء، لم نرى شيئا، يتلو القرآن ما عنده شيء. أي مصيبة كانت على إمامنا. ويناوله ذلك الكأس، يقول له والله ما خامر لحمي ودمي. يقول لا شك وقفة الهادي تخلي القلب ممرودة، ولا شك في وقوف هناك هل دمعة على خدوده، وتذكر وقفة السجاد وقف مقيود بقيوده، والنسوان من حوله كلها مهبطات الرأس. يقول الهادي صدق شاف الويل واتمنى بوقوف البين، بس نسوان مو وياه تتصارخ أبونا وين، أي وما دار بعيونه وشاف، هاي صعبة، وما دار بعيونه وشاف أقبال أبطشت راس حسين.
الهادي وقف الطاغي، الهادي وقف الطاغي وقصدي ذل ويغيني وسمع ذل وإهانة وضيم بس ما سمع هادينا رجس وينادي بالمجلس أريد خادم أسكن. طلع من قلبك وهكذا تجرع إمامنا الغصص والمآسي والآلام إلى أن جاء المعتز فدس له ذلك السم وقيل المعتمد أنا مناد وإماما وسر السم في بدن إمامنا الهادي في أرض غربة وحيدا بعيدا عن أهلي وعشيرتي أنا مناد وعليا يتجرع حرارة السم بعيدا في أرض غربة بعيدا عن عشيرته وقراباته أنا مناد وإمام غريب غريب في دار غربة ها اي والله غربه غربه رايحين سامراء شايفين شلون الامام ها بتلك ها بتلك المحل عاش الامام سلام الله عليه اي غربه عاش والغريب لازم يذكر الغريب ها والامام مظلوم لازم يذكر المظلوم لازم يذكر المظلوم اي مظلوم لازم فكيف بامامنا ها ايه كل إنسان غريب يتذكر الغريب وغريبا سوى لكن وعلى فراش المنية يقول جنب علي الغادي قبل ما يحين حينا توجه لراضي كربل بدمعة سخينا عليك الهادي حلفك بالهادي عليه السلام تقرأ وياي هاي الأبيات وأريدك تتخيل شلون يقول من أرض سامرة ومن قبل المنية أوجه بوجه صاب راض الغاضر يا سلم على اللي ما شرب قطرة أمي واللي على الغبرة بقى يطوح ونين حسين إذا رفعها أريدك تتصور إذا رفعها بالكسيرة وقلب ذايب ونادى يا كوكب غاب ما بين الكواكب يا حسين يا مذبوح ضام على التراب الآخر نفس ذكرك ترى واجب علينا يلا جر الونة جر الونة يحق لي يا ابو السجاد ابكي على مصابك يحق لي اعفر خدي الوالي بترابك لسان حال عظيم اي والله لسان حال عظيم يقول حق لي ابو السجاد ابكي على مصابك يحق لي اعفر يا اخي اعفر خدي يحق لي اعفر خدي الوالي بترابك وانت الذي للدين سغم الرجل صابك
ماكو صرخة على الحسين، ماكو ضجة على الحسين. وانت اللي لي وانت اللي ذي للدين، سغم الرجس صابك وسميت من ظهرك نزعت يا ولينا. بدمك رفعت، بدمك ارتفعت للسماء راية الإسلام، وبدمع ليل أكبر وعباسي جسام. بعد شلون ضحى الحسين وبحرق صيوانك على النسوان ليتا. اي للدين كل شيء، ابد الدين كل شيء يا ابو سكينه بذلته، حتى يقول حتى رضيعك من سغم مذبوح شفته. اي ولله شكيت الحال من بيدك، رفعته ناديت طفلي لجل دينك ذابحين. بعد في آخر اللحظات إيش قال؟ صدقانا في غربة أبقضي، صدقانا في غربة يا جدي بقضي مسموع، بس حالي والله يهون يا محالك يا مظلوم. بتغسل وبتكفن وبتوارى هاليوم، ما ظل على الغبرة وجسمي مرضضينا. فصرخ حسين وعرق جبين إمامنا أبي الحسن، مد يديه ورجليه وضج من عنده وإمامه وفاضت روحه المقدسة وعليا. علي الغادي بعد موته ما داست عليه الخير، ولا تمرمي فوق القاع ومن نحر دماغ تصيل، مثل اللي العذب نسيوف جسمه فصلوا تفصيل. علي الهادي صدق ما تبلد غربة وتذوب حالة القلوب، لكنه هو مذبوح ولا من الجسد مسلوب ولا أبو مقطع جفوفا وراس على الرمح منصوب. بعد اختمي بالبيت، اختمي بالبيت، احطي لك على الجرح. قالوا حكيم اختار عقب موته جتها الناس يسلوها، ولا سمعنا العيد جاه وقاموا بصوت ضربوا. صعبة ولا أصبحت مسبية ولا الشامات ودوها. أريدك تتخيل ببيت الختام شي يقول سيد حيدر الحلي رحمة الله عليه، قال ومما يزيل القلب عن مستقره ويترك زند الغير في القلب واريا دخول بنات الوالي.
حتى الأعادي. كنا نلطم وانت جالس يا سهم بنا مضى بجك للرافضة بك واس المرتضى والحزن ما ينجلي بدرك يزهي الخسف جرحك بقلبي الخسف جرحك بقلبي نزف الليلة كل شيعي هتف يا إمامي يا علي يا إمامي. خلي إيدك ثقيلة ارفع إيدك يا سغم بنا مضى بتشك الرافضة بك واس المرتضى والحزن ما ينجلي بدرك يزهن خسر. لما تستعجل تخربطني في القصيدة أرجوك اللي يستعجل لا يستعجل في المطر تخربط القصيدة رحم الله والديك اللي يحس نفسه أنه يستعجل لا يلطم لا يلطم تخربط القصيدة يا سغم بنا مضى بتشكل للرافضة بك واس المرتضى والحزن ما ينجلي بدرك يزهن خسف جرحك بقلبي نزف الليلة كل شيعي هتف يا إمامي يا علي يا إمامي. كنا نقرأ كنا نقرأ صحت يا علة إيجادي وداعا وداعا يا علي الهادي وداعا 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 يا علي حزنك يبتدي يا علي الهادي لك ظل يحن كل الفلك الليلة يندب كل ملاح سيدي يا سيدي سيدي يا سيدي الأرض الأرض وحل السماء تنادي وداع سيدي عيون السماء الغربة تكتب كدمة
الدنيا صارت مظلمة بهالمصيبة الراتبة، نار نارك بكبد المحب يا علي الهادي تشب، الزهرة يمك تنتحب بالنياح محجبة. شو تقول؟ أقول العاشرة أولادي وداع وداع يا علي الهادي وداع، أقول العاشرة أولادي وداع وداع يا علي الهادي وداع وداع يا علي الهادي المؤسسين والحاضرين نودين لجميع ثواب الفاتحة مع الصلاة.